يا حبيبتي انا بقول لك ارميها عشان بحبك وخايف عليكي. خايف عليك يا بابا من عيال القطط اللي هيمنع عنك الخلف يا بابا. خلف ايه انت وهي؟ يا خالتي فهمتي غلط، هو بيتكلم عن القطه. بصي يا بصي قطه ايه؟ انا بسال على الخلف. ايوه ما هي القطط بتعاي وبتمنع من الخلف. الله يخرب بيتها اللي عايزه تخلف. يا عم القطط بتعاي بعد ما يحصل الحمل مش قبله. وانا كمان مش قبلها من الكلمه اللي قالها دلوقتي. معلش يا خالتي رز بس تلاقيه متلخبط حبتين، اصل النهارده باع كتير قوي وكان عليه زحمه. ونفسي هفاني يجي على نص كيلو زحمه. طول النهار بتحشي في سندوتشات ودلوقتي خلاص هتخشي اتنين مش كده؟ باين عليه عنده مرض الاكل اثناء النوم. ما هي غلطتنا ان احنا ما عملناش عليه كشف طبي. طبي من بقك يا نسخ سليم، القطه هي اللي عيانه وانا خايف على اللي مش عيان من اللي عيانه. بطل زن بقى. طب والله ما زنيت عليكي ولا زنة، انا معيش وسيط. اهو شفتوا اهو رز معهوش موبايل ولا انتوا كمان. اهو القطه هي اللي بتزن اهي. هي القطه اهي. يا عيني قطه جميله يا روح قلبي يا روح قلبي انت. بس هي رجليها وجعاها قوي. وديها لمبروك. مبروك مين؟ مستشفى مبروك الخيري لعلاج الحيوان. اسمها مبروك الخيري مفيش ميم دي خالص. خلاص مبروك الخيري من غير جيم خالص. بقول لك ايه يا رزة، انا هخش اجيب لها لبن امسكها دقيقه واحده لغايه لما. يا نوره يا نورتي العماره نورتي المصلحه في انك لو عرفتي تحلي المشكله اللي هصوبها منك. انت تامر يا قمر الدين طلباتك اوامر. يا حياتي بس انا مش عارف اذا كنت هتعرفي تحلي المشكله ولا لا. قولي بقى انا ايه المشكله؟ انا بقى عاوز اعرف المشكله عشان انا لا هعرف احل المشكله ولا مش هعرف احل المشكله. انت اللي تحل المشكله اذا كانت نواره اللي هي نواره مش متاكد اذا كانت هتحلها ولا لا. انا ممكن احلها. ايوه مفيش حاجه تستعصى على رزه. ايه تعتصي على رزه؟ تستعصى. تعرفوا انتوا لتاتين وعجانين، ما تسكتوا بقى عشان نعرف المشكله ايه هي. ويلهونا ويلهوي جونا. يبقى انت بتشجع الجونة. تاني يا لدات وعجال انت؟ ما انا بلدت واعجن عشان الاقي حاجه اكلها. انت جعان يا حبيبي؟ ده انا هموت من الجوع يا حياتي. خلاص اوعدك اني هتعلم واتفرج على برامج الطبيخ كلها. ياخ برامج ايه وطبيخ ايه؟ المشكلة بتوسع وتكبر وهتخرج من ايدينا نهائي نهائي. مش قلت لك بتشجع الجونة؟ اخ امال انت بتشجع ايه؟ انا بشجع الاهلي والزمالك. يا جبار الاتنين مع بعض. ايوه علشان اريح دماغي. قشط عليك، يعني اي حد فيهم يكسب تبقى انت مبسوط يا عم. مظبوط، اي حد فيهم يكسب ده يكسب او ده يكسب بوزع شربات. بس انا ما خدتش. اسكت يا اخي ما خدتش ايه؟ ما خدتش شربات وجعان وعطشان وحتى اللبن هتسكنه القطه. يا اخي اسكت خلينا عشان نسمع المشكله اللي احنا عايزين نحلها للاستاذه مردين. كلم يا استاذه مردين. المشكلة كده بتوسع وبتكبر وانا مستعجل ورايح اجيب مهدئ لاختي كاملة. وبالمرة انتوا هتخلوني اخد انا الاخر مهدئ لما ارجع تكونوا عسكرتوه عشان اشرح لكم المشكلة ايه. اوكي غصب عني هطلع حتة الملوحة اللي مخزناها بقالي عمري. مش مملوحة ده ايه الحماوة ده؟ شكلنا كده مش هنطلع في العلاني. يا لهوي يا خراشي انا جعان. كل يا حبيبي كل. ايه السرعه دي؟ ما انت اللي عملتي كده فيا. امال لو كان قدامك حته لحمه ولا حته كرشه كنت عملت فينا ايه؟ طب ما حدش بقى يقرب من الحته دي. بس يا ريتني كنت انا الحته دي. عارفه لما نتجوز عايز اشم كل يوم ريحه التقليه. ده انت تؤمن انا هخلي لك البيت كله دهنه وتقليه يا قلبي. الزيطه اللي انت عاملينها. ما انا لو ما كنتش عملت الزيطه دي بره في الحوش ما كنتش شفت حته الملوحه دي. طب هاتي الملوحه دي ناحيتي. اوعي كده ما حدش يمسك ايديا. انا مثبت نفسي كويس في الطبليه. لوزه شد معايا عشان اخبطه برجليا. ايه بقى حرام عليكوا انت وروقتي ولوزه. وبعد
تبدأوا بيا. وانا هجيب طبق واحطه في الحته دي. يا نواره خلاص اكلته؟ ايوه يا شيخ عمر الدين كلنا خلاص، هشطف ايدي واجي لك على طول. القطة الشرازي بتاعت كاملة أختي عيانة. عيانة؟ يا عيني. وللأسف القطة دي كاملة أختي بتموت فيها، يعني باختصار كده روحها بقطتها. طمن عليك هيبك. ما ينفعش. ليه؟ دي محتاجة دكتور بيطري، والدكتور بتاعها اتسافر. خلاص نجيب لها دكتور بيطري. بيعالج القطط الشرازي؟ ايوه بيعالج القطط الشرازي واللي مش شرازي. انت متاكده انه بيعالج القطط الشرازي؟ ما تخلصوا بقى عشان انتوا كده وجعتولي راسي. سلامة راسك يا رزة. يا قمر الدين انا متاكده زي ما انا شايفاك زي القمر قدامي. قمر؟ بجد شايفاني زي القمر؟ طبعا، بس مش عايزين نخش في فرعيات ولا اوتيلات ولا عمارات ولا بيوتات. ويلا بقى بسرعه عشان الدكتور زمانه جاي حالا. دلوقتي جاي حالا؟ انت كلمتيه يا نوره؟ ايوه كلمته. امتى ده؟ إيه لما كلمت كده. ايوه واحد يعمل تفته كده ويكلمها على الطاير. ايوه كلمته بسرعه وما رغتش. انت متاكده انك كلمتيه؟ لحد الرصيد ما خلص. استاذ عز الدين ايمن، ينهيألي كده انك المفروض تشحن لها كارت ب 100 اقل واجب. 100؟ ده التاكسي ارخص. اما انا كلمت دولي استاذ عمر الدين. دولي؟ ليه هو مسافر برا؟ ايوه دولي، ما هو اصلا دولي. ما هو يا اخويا كان في انجلترا، وعقبال املتك بقى اول ما رجع من انجلترا رجع معاه خط دولي وكسب بروحين. اسكت يا لوزه لما نشوف هيدفع كام. يا جماعه يا جماعه احنا طولنا قوي كده، والزمان القط اتكل على الله وفيص. لا ارجوك حافظ عليه عشان الدكتور زمانه جاي. حلو، اطلع انا بقى اقعد جنب القط لحد ما يجي الدكتور. هاتوه وحصلوني. طب حاسبني بقى عشان حاسب الدكتور. الحساب بعد الكارت. طب حساب الكارت تلاقيه فوق. الكارت كان اقل قبل كشف يا حبيبي ارجوك. طب هنجيب منين بقى الدكتور دلوقتي؟ رزة يلبس دكتور بيطري ويطلع معانا. وانا في الدكتورة اخر مسخرة. أيوة. وما تخافوش هتقمص الدور. الله حليلي هيبقى دكتور. ايوه ولما نقبل تحطهم كده فوق اخواتهم كده وعشان نطلع في العلالي يا مية. العلالي في العلالي فوق العلالي. نطلع 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 في العلالي. يا بعد كبدي. ليش عادي؟ ايش صار؟ اللي جابهم بتوع الالف جنيه دول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الحمد لله. انا جوزي راح للسوق يجيب شويه اغراض ويجي، بس ودي اقول لك يا طويله العمر ان احنا لغينا الحفله، ما ودنا نسوي حفله، ودنا نسوي شيء ثاني. احنا بقى بالتسويه 100 100 يا طويله العمر يا كبد عمري. بس انا اقول يعني انت مثل ما انت خابره، انا من الفلوس عندي تلال تلال. تلال تلال. فقلت نحنط بغبغان. تشلفته كم يكلف؟ مش لما نحنطه الاول؟ شوفي سيادتك، هو ثبت علميا ان الفراعنه كانوا بيحنطوا باستخدام الزعتر. ايه انا جريت عن هالمعلومه. واشهد بالله انك ولد زين. حياة الله. زين زين ويبلى العين. زين زين وعايزين القرشين. احنا راح نحنطه ونتاجر فيه، يعني نصرف 500 ونربح فيه 2000. واحنا هنبيعه لمين؟ ولا يهمكم، انا عندي المشتري. مشروع زين زين والله زين. فين البغبغان؟ الببغانات كلهم فوق فوق. ده احنا كده هنحنط ونبيع بالهبل. حياش الله. المهم يكون عندهم زباين كتير. يوه الزباين كتير. واحنا جاهزين ومستعدين. انا احط 1000 وانت تحطي 1000 ونعطيهم لرزة يحنطهم ونبيعهم بثمن 3000. يبقى المكسب 6. حنا 3 وانتوا 3. هات 1000 يا نوارة.
انت يقولك ازاي والرجاسه خدته؟ وهذا الالف يا مزيونه هو ذاته الالف اللي عطيتهولك مشان الرجاسه. مش عارفه اودي وشي منك فين. طب يلا يا جماعه كلنا والنبي ندعي على وشها علشان هي بتتكسف قوي. ونداري ليه؟ اصلا العربون ما بيتردش. ايوه العربون ما بيتردش. ايوه واحنا عايزين نطلع في العلالي. واني بعد احبكم ودي اياكم تطلعوا بالعلالي. واني بحطلع بالعلالي. طلعت وفي العلالي. ومهما نتعب مهما الليالي بكره هنطلع في العلالي. ومهما نتعب مهما الليالي بكره هنطلع في العلالي. مين؟ مين؟ أهلا يا نوارة يا منورة العمارة. اتفضل يا دكتور. اهلا يا دكتور اتفضل. لعلمك الخاص انا ما بروحش العيانين في بيوتهم خالص. ايوه ده ما بيروحش لاي عيان. ده انا فضلت اتحايل عليه لحد ما يجي هنا بالقوه. يا عيني عليكي وعلى مخيلاتك يا نواره يا بدر العماره. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا. مفيش وقت للكلام ده خالص. فين المريض؟ بيتكلم عن القطه. ايوه القطه الشيرازي. ايوه انا فعلا خريج قسم قطط شيرازي. اتفضل يا دكتور اتفضل اتفضل. بس في حاجة مهمة قوي عايز اسأل عنها. أي حاجة عايز تسأل عنها أو تعرفها مع أختي كاملة جوه في الأوضة. أنا مش سامع صوت نونوة خالص. من تعبه من تعبه تعبان. ده القطة البلدي كبير السلم ما بتبطلش نونوة. ما بتبطلش نونوة؟ وأنت تعرف منين إنها ما بتبطلش نونوة؟ كنت معدي مرة فشفتها بالصدفة. بأني صدفة؟ الصدفة البحتة؟ خلاص بقى يا كاملة الدكتور وصل. حتى لو تعال انا هيفضل حاسس في نفسي التجربة المريرة اللي مر بيها. اتفضل يا دكتور اكشف عليه. لا والله عايز تشوف قط. قط ده ايه؟ ده مربرب. مبدئيا كده شكله محتاج عملية. عملية؟ عملية ايه؟ لا لا انا مش قادرة استحمل. لا انا هخرج. لا ما تعالى حبيبي تعالى بابا تعالى. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده عنده ذهول ومحتاج عملية شفط ذهول. أتشري كان بيسقم. ايوه ايوه وبيبولق كمان. بصي بيبولق ده ايه؟ ده بينونو. اوعى تبولق معايا فاهم؟ ايه ده ايه ده؟ ده ما بيضحكش خالص. ايه ده؟ ياه ايه في ايه؟ ده عمره ما بولق معانا. وانت يا حبيبي حد يقدر يبولق معاك يا قمر الدين انت؟ يا سيدي يا عيني عليكي وعلى الحروف ويا خارجة من شفايفك. شهيق زفير شهيق زفي. انا بقى هاخده على مشامه. مشامه؟ ويا ترى حاطط مشامه فين؟ هي القطط وراها غير الشمشمه. خايف يكون جاله انفلونزا الخنازير. يا وحاطط بوزك في بوزه؟ سيب الدكتور لتجيله انفلونزا القطط. انا حاسه كده انه شكله حزين يكونش عليه ديون لحد. انا عمري ما شفت قط مكشر بالشكل ده. رغم ان جسمه كله سليم. الله امال نايم على طول ليه؟ نفسه مسدوده. ايه؟